الأمر. طيب بس انا عندي مشكله تانية لما يتقال النهارده في مشروع الاستاذ محمد صبحي المتعلق بتطوير العشوائيات ويتقال تصريح هيستفزني انا ان هناك محاولات من الدوله لازاله كافه العقبات امام هذا المشروع. هو كمان هذا المشروع يقدم تمويل ويوضع قدامه عقبات؟ انا قلت لك على حاجه. اتفضل. موضوع العشوائيات ده لا يجب ان هو ياخد كده على اطلاقه. موضوع العشوائيات ده عباره عن انواع واشكال وتوزيعات موجودة على الأرض، بمعنى أنه ليست كل منطقة عشوائية زي الأخرى، وليست قضية العشوائيات في هذه المنطقة زي المنطقة الثانية. مظبوط. بمعنى أنه في أماكن تستطيع أن تحسني حالة البشر وهم في أماكنهم، وده إحنا بننفذه السنة دي في 33 منطقة في القاهرة في نفس الوقت. ده بنعمل حاجات في الزاويه الحمراء، بنعمل حاجات فندم بتؤهل المناطق بتدوها مرافق. بالظبط. احنا بنصرف دلوقتي حوالي 350 مليون جنيه، لا 410 مليون جنيه على 35 منطقه في القاهره الان دلوقتي. تمام. وبنخش منطقه بنحدد مطلوب فيها كذا وكذا وكذا وكذا، يبدا العمل يوم كذا ينتهي يوم كذا. في نوع تاني من العشوائيات وهو الناس اللي بيسكنوا في مساكن غير امنه، في خوف على عليهم من هذه في خوف ده لازم حاجه تشيلهم من هذه الاماكن وتوديهم اماكن ثانيه. احنا محتاجين بقى في القاهره قد ايه؟ 45,000 وحده سكنيه كبديل لعدد الناس اللي عايشين في هذه الاماكن. احنا عندنا مشروع احنا الحكومه بتعمله محافظه القاهره ب 5,000 وحده سكنيه، نحط له حجر اساسي يمكن خلال اسبوعين 45. ايوه. ومحمد بيه صبحي فدان محمد صبحي بيعمل مشروع ثاني، والمشروع الثاني ده شراكه ما بين محافظة القاهرة وفنان محمد صبحي. تمام. احنا بنقدم الارض، الارض قيمتها حوالي مليار جنيه. تمام. وهو بمؤسسته بيتلقوا تبرعات واموال وبيديروا هذه العملية، ولما واحنا بنوصل لهم بنوصل المرافق الى باب المنطقة وبنعفيهم من كل الرسوم وكل التراخيص وكل اي حاجة، وبعدين هو لما بيخلص هيوفر لنا كم واحده يا فندم بالاضافه ل 5,000؟ 5,000 يعني بنتكلم في 10,000. بنتكلم في 10,000 احنا الجدول الزمني او المده الزمنيه بتاعتنا. المشروع بتاع محمد بيه صبحي يحتاج 3 سنين. المشروع بتاعنا احنا يحتاج سنه ونص تقريبا. لكن احنا عندنا طموحات ان احنا نبدا مشروعات اكبر في مرحله قريبه جدا، وهتسمعوا عنها قريب. فالعلاقة اللي ما بيننا وبين الفنان محمد صبحي ومؤسسة المبادرات اللي بيتبناها المجتمع، واحنا بنقول للناس من فضلكم اعملوا زي كده، عاوزين مشاركة المجتمع. هي قضية عشوائية دي قضية حكومة ولا قضية دولة؟ مجتمع. الدولة ككل، الدولة تتكون من الحكومة وتتكون من الأفراد. فهي قضية المجتمع ككل. نحن ندعو للمساندة حضرتك سيادة المحافظ. ده اللي احنا عاوزين نعمله. لما تقول لي إن عندك 45 ألف شخص أنت حضرتك محتاج ليهم، ومش متوفر غير 5 من مشروع حضرتك وخمسة من مشروع الفنان محمد صبحي، يبقى احنا بنتكلم في 35 تانيين احنا محتاجين لدعم المجتمع. أنا شخصياً استمتعت بوجود حضرتك معانا النهاردة، كان نفسي جدا يكون عندي وقت أطول، لأن الحقيقة أنا النهاردة بسمع لرؤية وأنا فرحانة بده يعني. حضرتك ما تزعلش دايما او اي مسؤول حكومي من ان الاعلام يطرح ما يقوله الشارع، لان في فرصه في المقابل ان حضرتك ترد على تساؤلات الشارع. شرفتنا دكتور جلال السعيد محافظ القاهره، كل توفيق لحضرتك.